السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا رسميا خرج وتحدث رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادية في تصريحات للتلفزيون العمومي الجزائرية عن آخر المستجدات بخصوص هوية المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري الذي سيخلف جمال بلماضية، والذي لحد الساعة لم يستقل ولم يقل بعد من تدريب المنتخب الوطني الجزائري بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار 2024. وخرج وليد صادي في تصريحاته لتلفزيون العمومي الجزائري وقال: ننفي توصلنا إلى اتفاق رسمي مع أي مدرب لتولي تدريب المنتخب الوطني الجزائري. وأضاف وليد صادي: الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد للخضرة سيكون الأسبوع القادم. حيث كانت الصحافة الجزائرية الرادئة هذه الأيام تشير إلى أن رئيس الفاف وليد صادي اتفق رسميا مع المدرب السويسري بيتكوفيتشا، حيث خرج وليد صادي اليوم ونفى كل ذلك. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.